سناك. بخلي فوق عشان غزل ما تاخذه. جوعان خلينا ناكل سناك. نوتيلا. يس. اوه واخيرا النور ما راح اخليه فوق. اليوم بطلع خليل حطرات. صرت جاهزة. اليوم بطلع خليل يسوي روج. اوه روج وايد عالية. شوفي بس عيوني. خلص غزل. شو صار؟ المشكلة راد ما تسوي. شو اسوي؟ سبتها ما عادش حق. في نوع غريب في الكلبة. صغيرة الكلبة مو مرتاحة. ما رحنا في الكلبة. اليوم تعبانة. خلينا في الكلبة. أريح نوم ونوم الكلبة. سكر الباب. ها؟ ما اقدر اشوف الشارع قدامي. عندي حل. مخدة. بعد قصير. اتمنى الفكرة تنجح. يس اقدر اشوف الشارع مرتاحة. وكل مشكلة حل. شفا غزل. كيوت غزل. خلاص بالضبط. انت وايد كيوت. كيوت كيوت كيوت. شفا انا مش ترى نفس العمر بس بني صغيرة. كل الناس يقولون انا صغيرة. يلا نروح الملاهي نلعب. يلا. لعبة قطار سريع. شلون نلعبها؟ يلا. أول شيء الطول. تعال قيس طولك. مسموح تدخلي؟ يس. تعال قيس طولك. ها؟ شو صار؟ طولت نفسك. لا ممنوع تدخلي. كالعادة غزلة ما يدخلوا هالألعاب. ما اصلك بيني حلاك كنن. صورة ثانية. سري سري سري. وانتي طالي نفسش.
اوكي صوره حلوه. نحن كل شيء نتشابه حتى الطول. الله صور حلوة. هلا. هلا. الطول وين قصيرة؟ أي طول صغير علي. حلوة. اتأخرت يلا روح. خليني اسوي نكهة حلو.
لسه الخسارة. أوه خلاص. مليت كل مشاعر مفتوح. أحلى شيء إني خلص بسرعة. خلصنا. الله صار شعرها حبيت اللوك. واو عجبني اللوك صرت حلوة. ما شاء الله صار وايد حلو. شكرا. خذي. مية رخيص. خذي الفاتورة. الحساب 500. ليش غالي؟ عادي ما تنزل المساج حلو. مدام جيبي فلوس. غالي بس المهم صار شعري حلو. الحين اقدر اشوف فيلم وانا مرتاحة. انا شعر ما يحتاج ضبطة. حبش. ما يدور قسم شعري. شوف ربط شعري احسن. لازم ساندويش. يامي. شعره؟ شكله طاح بالغلط. ما اريد الساندويش. خلصنا كل جاهزين الحفلة. صحة. يا وانا بعد صرت جاهزه. السحاب. يلا حوزه. يلا. انسي شنطتي. شنو تعرف في الشنطه؟ مشكله شنطه طويله تعلق في كل مكان. حبش غزلان باقي نص شعري. خلصت واخيرا. شوف الشعر قاعد يتساقط. بنام. شعر على وجهي يضايقني. أحلى شي في شعر القصير إنه ما يضايقني في وقت النوم. شعر ما يخليني أنام على راحتي. حبايبي أنا أحب وايد شعري الطويل. وأنا بعد أحب شعري القصير. حبايبي أنتوا أي نوع تحبوا شعر طويل؟ أو شعر القصير؟ كل أنواع الشعر حلوة. وبيسك بدريا إن شاء الله أجيكم. مع السلامة. باي. نحبكم. سووا لايكات لا تنسون. يلا الحين بيبدأ العلاج. إبرة. شنو مو تعطيني نصائح؟ سني. هاي مش كنت ما تسمعين النصائح. سني.
سناني يبقى ست شطور. اي 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 خليني اشوف السوسه. شو صار؟ ايش صرخين؟ شفت السوسه كبيره في سني؟ خوفتيني. هذا النتيجه اللي ما يخرج اسنانه. فرش للدنتيله. فرش فرش. هذه السوسه تروح. ما احب الحليب بس بصب شوي. الحليب مفيد للاسنان يزيد الكالسيوم. صح. لا ما احبه. سني. بسم الله. اي سني. اي زاد الالم. ولا تفرشين اسنانش. ريم اسكتي مو وقتش. سلي خلاص غزه لازم اروح دكتورة الاسنان. دكتورة الاسنان؟ لا 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 خاف ما بروح. لازم اروح عند دكتورة الاسنان قبل ما يوصل العصب. خليه يوصل العصب مما اروح دكتورة الاسنان. يلا روح ما يخور. لا ما اريد. حبيبتي اي سنة عورت؟ انا ما عورني. افتحي فمي عشان نشوف. لا لا فتحي عادي لا تخافي. اوكي بفتح فمي بس تعوريني دكتورة. اوكي لا افتحي. شوف السوسة. لا تخرج. كيف اعالجها؟ اسفين اسفين. لا تخافي حبيبتي لا تخافي. يا بنت طلع عندي السوسة. الله يعينها عندها سوستين. صح. شكلها طغز ابرة. انتي تفرشي سانشا ولا؟ افرش افرش. دكتور وايد يعورني. بسيطة بنعالجهم بيروحوا التسوس ان شاء الله. يلا الحين بيبدأ العلاج. ابرة. شجاعة. لا اوعدش ما راح يوجعش. لا افتحي. ها مسكن للألم. حسيت بألم الغزل؟ بس شوي. قلنا لش. خلصنا من الإبرة. تفهمش اي. يا ربي خلصت حلوة. الحمد لله خلصنا علاج. طلعنا التسوس وحطينا شحشوة جديدة. اوه شكرا دكتورة. دكتورة راح تسوس 100%؟ لا حد ما فيها سوس. غزة راح الألم؟ ها حبيبتي راح اعطيك نصائح كيف تحافظي على اسنانك. اوكي دكتورة. بنات لازم تاكلي اكل صحي وتقلل سكريات ومشروبات غازية. اذا اكلتي حلاوة ما فرشتي اسنانك شوفي شو راح يحصل. راح يتكون بلاك. لا تخافوا بالفرشاة ومعجون الأسنان بالتفريش راح يروح. وأما إذا ما فرشت أبدا شوفوا شو راح يصير. راح يتطور يصير سوسة. سوسة؟
بعدين لازم تروح الدكتور الأسنان عشان يطلع لكم السوسة، ولازم تفرش أسنانكم بعد كل الجباب بهالطريقة. حركة دائرية لمدة دقيقتين. ما ننسى الأسنان التحتية. من داخل. غزل دوش الفرشي. صحيح هذه الطريقة. فوق تحت أو بحركة دائرية. بزاوية. شطورة أحسنتي. دكتور عادي يجرب؟ أكيد. شطورة شفا أحسنتي. تعلمت كيف تنظف أسنانكم؟ ها. ما ننسى نستخدم خيط الأسنان. بعلمكم طريقة استخدام الخيط. ها خيط الأسنان لفه بين أصابعنا. وين نحطه؟ نظف بين أسنان. أهم شيء إنكم تزوروا دكتور أسنان كل 6 شهور عشان نشيك على أسنانكم. شكرا دكتورة على النصايح، راح نطبقها. الوقاية خير من العلاج. غزل خذي فرشاة معجون نغسل أسنانك فيهم. شكرا دكتورة، راح أفرش أسناني بعد كل وجبة وأقلل الحلويات. شطورة غزل. باي دكتورة. باي. شوفكم بعد 6 شهور. باي. دكتورة الأسنان كانت وايد طيبة. قلنا ليش؟ غزل حلويات. لولا ما لذاك 5 سنين تسوس. وأخيرا شطورة غزولة جبت فواكة. يمي. الحمد لله صرت أكل أسناني ما تعورني. دكتورة الأسنان قالت لك كلوا أكل صحي عشان ما تطلع السوسة. صح. الحمد لله شبعنا. خلاص نسوي. يلا. راح نضيف مثل ما الدكتورة. وأهم شيء ما ننسى الفلوس. صح. يلا نستخدم خيط الأسنان مثل ما قالت الدكتورة. هي. أسنان بس أخاف على صحة أسناني أكثر. شطار هذا الصح. بلاش تتحمس أفحص ونحن بعد. يلا شو تعمل فحص أسنانك؟ تفهمش؟ أوكي. خلصنا فحص. دكتورة في سوسة؟ شطورة شفا ما فيش ولا سوسة. يس. دكتورة هالمرة متأكدة ما فيني ولا سوسة. شطورة غزة يلا نتأكد. شطورة غزل ما فيش ولا سوسة. يس. ناميري أخاف يكون فيني سوسة. لا تخاف بنشيل. أحسنت يا ريم ما فيش ولا سوسة. يس. شكرا دكتورة، كان فحص وايد سهل وأبدا ما عورنا. صح. عفوا وحافظوا على الأسنان.